السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أصدقائي مشاهدين قناة ابدأها صح بالفرافة. النهاردة كده هنصور لكم أرض 9 فدان، حاجة من الفرص اللي هي حاجة بصراحة أرض فيها كل اللي أنت محتاجه، أرض تخليك إن شاء الله لما هتتفرج على الفيديو للآخر وتشوف كل اللي موجود في الأرض، يعني كل اللي مطلوب منك اللي أنت تجيب الفلوس وتجيب العزال وأنت جاي. فبسم الله ما شاء الله، زي ما احنا شايفين كده، زي ما احنا عودناكم بنبدأ نصور البير. ده بير أعماق 800 متر، تمام. دي أرض جمعية تقنين قديم زي ما احنا شايفين كده. دي طبعا زي ما احنا فرجناكم، دي إبراج الطاقة. طبعا عدد إبراج الطاقة بيوضح لنا القدرة بتاعة الطاقة. دي طاقة 85، دي عدد الابراج اهي طبعا، وده طبعا اتجاه الغروب. احنا طبعا بنصور اخر اليوم زي ما احنا قلنا لكم، بتبقى طبعا الجو حر، فاحنا لما بنيجي نصور في نهاية اليوم. دي الابراج اهي طبعا زي ما انتم شايفين معايا كده. ده كده بير اعماق، وده المكان طبعا اهو كلاته بسم الله ما شاء الله. طبعا البير هنا زي ما احنا شايفين كده عليه ديزل، طبعا الديزل شغال صوته واضح جدا يعني، تمام. بس طبعا وده البير طبعا اهوت الجزء بتاع البير، بس طبعا الجزء الاولاني بتاع البير كلته مواسير، لكن طبعا ان شاء الله برضه هنوريلكم الميه وهي خارجه. وده المكان زي ما احنا شايفين اهوت، كلاته خير اهو طبعا، البقر اهوت والخيل وكل حاجه طبعا اهي بسم الله ما شاء الله. خليكم مستمرين معانا، هنتحرك ونصور لكم مكان تاني ان شاء الله. اتحركنا في المكان بتاع البير اهو طبعا زي ما احنا شايفين، لكن زي ما احنا شايفين كده ده طبعا بير حكومه قديم، والمكان والديزل طبعا والشغل ده بيأكد ان ده بير حكومه، لكن معظم الاماكن اللي جنب البير متكملة مواسير. فهنشوف المكان اللي فيه المية ان شاء الله ونصور لكم منه. طبعا مكان جنوان اللي هي اتحركنا في مكان تاني اهوت، بس احنا طبعا عايزين نوريلكم المكان ده زي ما انتم شايفين معايا كده الخير بسم الله ما شاء الله. وده مكان اهو طبعا كلاته، احنا بنصور لكم طبعا المكان بحيث طبعا يعني في ناس كتير بتيجي تقول لك طب هو بيبيع ليه ومش بيبيع ليه. لا يا جماعه، اللي بيبيع هنا هو عارف هو بيبيع ليه، وبيوسع في مكان تاني، وساعات بيبقى معاه كذا ارض، فطبعا الارض كبيره عليه. اللي انا عايز اوضحه لكم ده البير اهوت زي ما احنا شايفين كده، والارض اللي احنا بنصورها النهارده اهي ما بينها وما بين البير مسافه صغيره خالص. ده الدوار بتاعها، وده البيت هنصوره لكم من مكان تاني، وده المكان كله اهوت. وزي ما احنا شايفين كده المباني اهي، دي كده المدرسه الثانوي بتاعت الكفاح، دي كده المباني بتاعت الكفاح. يعني الارض بالظبط كيلو كيلو ونص بكتير قوي من جميع الخدمات ومن قريه الكفاح الام. يعني دي كده الارض في زمام قريه الكفاح الام زي ما احنا شايفين اهو. طبعا شفنا الخيل ربنا يبارك، وشفنا طبعا المواشي اهيت، تمام، وشايفين الشجر وشايفين المكان، وده اكبر دليل المكان كلته عمران. وبرده زي ما انتم احنا مستمرين معاكم كده، هنصور لكم المكان من بعيد طبعا، وبعد كده هنصور لكم المكان بكل تفاصيله زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا كده عند البير، وده المكان اهو، ده الدوار اللي فيه الارض، تمام. وده البيت،
ودي الطاقة الشمسية بتاعة الأرض، وده المكان كله بالظبط. هو فرق أرض يعني سهم ما بين البير وما بين الأرض اللي احنا بنبيعها سهم. السهم ده عرضه حوالي 50 60 متر بالظبط، ما بينه وما بين البير 50 60 متر. وده الأرض اهي كلها زي ما احنا شايفين بالشجر والمكان. خليكم مستمرين معايا وهنروح على الأرض إن شاء الله ونصور كل حاجة بالتفصيل. الخير ايه ما عايز ايه؟ بسم الله ما شاء الله، والطيور جنبها طبعا زي ما احنا شايفين كده، وز وبط وفراخ وكل حاجة بسم الله ما شاء الله. هندخل طبعا كده الدوار، حظيرة زي ما بيقولوا. هنشوف برضو البقر والجاموس والخير اللي موجود طبعا. زي ما احنا شايفين كده بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. ده بقر سايب اهوت، وده جاموس سايب برضو، العلف محطوط اهوت، والأوضة اللي جوه ديت الأوضة بتاعت المواليد الصغيرة حضانة يعني. زي ما احنا شايفين كده طبعا عشان البقر سيد بيتحضنوا، وزي ما احنا شايفين كده اللي بيحلب اهوت حاجة بسم الله ما شاء الله. خليكم معانا. زي ما احنا شايفين اهو، دي التكملة طبعا، دي الطيور هنا اهي زي ما احنا شايفين اهو بسم الله ما شاء الله. ودي طبعا صاحب المكان بلغني اللي هو ايه الأوضة الأخيرة ديت، يعني دي كده بتتحبس الطيور كلها هنا زي ما احنا شايفين اهو بسم الله ما شاء الله. كمان في بطة راقدة اهي، الأوضة الأخيرة ديت للحمام بسم الله ما شاء الله. يعني دي كده غرفة حمام اهو، سريلات اهو بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. حاجة كل ما تتمناه موجود بسم الله ما شاء الله. يعني زي ما احنا شايفينه
ربنا يبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله. وادي كمان بطة اهي راقدة، وادي البيضة اهو، يعني اللي هياخدها ودي بط راقد اهو. ربنا يبارك يا رب زي ما احنا شايفين اهو، ربنا يجعل فيها بركة ويكرم اللي هياخدها ان شاء الله. خليكم مستمرين معنا زي ما احنا شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله، دي حظيرة الطيور اهيت، فيها كل ما انت محتاجه. دي طبعا اهي حظيرة اهيت، وده المكان المبيت بتاعهم. بسم الله ما شاء الله اهو، بسم الله ما شاء الله، ده مكان المبيت بتاعهم اهوت زي ما احنا شايفين كده. كل ما انت بتتمناه ربنا يبارك. وزي ما احنا شايفين كده هنا اهو بقيه الطيور اهيت. زي ما احنا شايفين كده دي بركه تبعهم اهم، دي الحظيره طبعا. دي البركة طبعا الطيور بتعوم فيها زي ما احنا شايفين اهو. حاجة بسم الله ما شاء الله. والبركة دي فيها سمك كمان. الزريبة طبعا زي ما احنا شايفين ده المدخل الرئيسي بتاعها، وفي مدخل طبعا للمواشي في جنب لوحدها، وده المدخل في الناحية التانية، ده المدخل اللي انت بتحط فيه منه الأكل يعني. حاجة بسم الله ما شاء الله. وده طبعا مطور اهو، ربنا يبارك يا رب. وخيل اهوت وكلتها خير والله، ربنا يبارك. خليكم مستمرين معانا وهنصور لكم تاني من داخل الزريب. ده اللي مبني عليه زي ما احنا شايفين كده، دي الطاقة الشمسية بتاعت البيت تمام. وده البيت، وزي ما احنا صورنا كده ده الجزء بتاع الطيور، وده المدخل بتاع العجول، وده المدخل التاني، وده المكان الكبير اللي بيدخل يتعلف منه البهايم زي ما احنا شايفين كده. وده طبعا غرفة كده زي مخزن موجودة برضو في المكان، مكان فيه كل ما تتمناه يعني، اللي ياخده هياخده على الجاهز. ده مكان اهوت، لا لا مش هو ده، زي مخزن ماشي. زي ما احنا شايفين كده الكشافات موجودة والكاميرات وكل حاجة بسم الله ما شاء الله، يعني بالليل زي بالنهار هنا بالظبط. خليكم مستمرين معانا. المخزن اهو فتحناه، بسم الله ما شاء الله. ده طبعا بصل خير من الارض اهوت، وده الكيماوي والنطرات والحاجات ديت. وده بسم الله ما شاء الله مكان الزرع الخضار زي ما احنا شايفين كده، برضو التوم ده طالع من الارض. كل حاجة بسم الله ما شاء الله، كل حاجة موجودة هنا وكل حاجة معمول حسابها بصراحة. يعني اللي هيبقى ليه نصيب في الأرض ديت يعني هيجيب عزاله ويجي يقعد على طول، وربنا يوفق صاحب النصيب يا رب، وربنا يجعلها فتحة خير على اللي هيجي وياخدها إن شاء الله. خليكم مستمرين معانا. زي ما احنا شايفين كده ده هو، زي ما احنا شايفين دي الدواوير اهيت، ده المخزن، ودي الدواوير ورا، وده البيت اهوت. وزي ما احنا شايفين كده الكاميرات في كل مكان والكشافات، احنا بنقرب اهو
دي كاميرا اهيت، وده كشاف طاقة شمسية، ودي الطاقة الشمسية بتاعت البيت. البيت فيه طاقة شمسية ومية، وده المكان زي ما احنا عودناكم اهوت. ده الدراع برسيم اهوت وضراوية، وطبعا زي ما احنا شايفين كده الشجر. ده السكة بتاعتها، ده الطريق بتاع الأرض برضه، وهصور لكم برضه جيرانها. ده أهو طبعا زي ما احنا شايفين المكان كله اهوت، وطبعا ده المكان اهوت، والشجر وده أكبر دليل. اللقطة بقى اللي أنا عايز أصورها لكم، المدرسة اللي احنا شايفينها دي مدرسة الثانوي في الكفاح. ما بينها وما بين الكفاح بالظبط الأرض دي، ما بينها وما بين الكفاح وجميع الخدمات والبنزينة وجميع الخدمات اللي موجودة في المنطقة بالظبط كيلو ونص، كيلو ونص بالظبط من على الأسفلت زي ما احنا شايفين اهوت. وفي حاجة كمان، ادي الأرض وادي البير، يعني يمكن احنا سامعين من صوت المكنة بتاعة البير كمان من هنا. دي الأبراج بتاعة البير هي، يعني ما بينها وما بين البير حوالي أقل من 100 متر. حاجة بسم الله ما شاء الله. طبعا هنتحرك في مكان تاني اللي فيه الضراوية وهي مزروع فيها رز، وهنتحرك في أماكن تانية ونصور لكم إن شاء الله. دي طبعا المباني اهي زي ما احنا صورناها، إن شاء الله زي ما احنا شايفين اهو جنب الدوار ده برضه احنا بنصوره، بحيث ان دي طريق طبعا رئيسي للارض كلها. وده تقريبا المكان اللي مبني فيه ده فدان، حاجة زي ما احنا شايفين كده، واماكن مترسعة واماكن فاضية، يعني دوار زي ما انت بتتمناه. خليكم مستمرين معانا. وادي طبعا الرز اهوت مزروع اهو بعد الدوار على طول، دوار زي ما احنا شايفينه كده. دي طبعا الدوار كامل بتاع المواشي، والغرفة اللي في الاخر دي الغرفة بتاعت الحمام اللي احنا صورناها. وزي ما احنا شايفين كده ده الرز اهوت، المية زي ما احنا شايفين كده المية واقفة اهيت، الشجرة اخر الارض والرز اهوت، واخر الدراع ده الشجرة. طبعا اللي متلزر ده كده كمان هيتزرع برسيم، فحاجة بسم الله ما شاء الله. يعني ده رز، وزي ما احنا ورينا لكم البرسيم الحجازي، وهنصور الدراوية، وصورنا اللي على الأرض، وحاجة يعني ما كل اللي انت تتمناه موجود. طيور، مكان للطيور موجود، معلف كبير وزريبة كبيرة موجودة، مكان تحبس فيه المواليد موجود، كل حاجة متجهزة زي ما احنا شايفين كده. الرز بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا بنتحرك وبنصور، والمعلومات الكافية كلها عن المكان وكم فدان وكم ساعة مية والسعر وكل حاجة بتبقى في اخر الفيديو ان شاء الله. خليكم مستمرين معانا. لسه مستمرين معاكم. وده طبعا الطريق اهوت الخاص بالارض، وده الطريق الرئيسي. وزي ما احنا شايفين كده احنا طبعا بنتحرك في كذا مكان، ده كده المباني والمساكن، وده كده المكان كله اهوت بسم الله ما شاء الله. وده مصرف صرف طبعا، ودي الدراوية اللي موجودة في الأرض اهي. طبعا كفاءة الأرض باينة، وده طبعا جزء متجهز اهو هيتعمل برسيم. وطبعا ده البرسيم زي ما احنا شايفين كده، ده البيت، ودي الدواوير، وده الحوش، وده البير. يعني زي ما احنا شايفين كده ده البير، تمام، يا دوبك في سهم جنبه حوالي 50 60 متر، وبعد كده ده السهم ده بالطريق بتاعه اهوت بدراوية، وجزء بيتجهز برسيم وجزء برسيم، وبعد كده الدوار وجزء الرز اللي احنا صورناه في الاخر. طبعا ده باين خالص اهو، كل حاجة باينة والمكان كلته باين اهوت. بصراحة ارض مش عايز اتكلم عنها كتير، يعني اكيد الصورة والتصوير بيبين كل حاجة موجودة اهي. زي ما احنا شايفين اهوت ده الطريق، وده الطريق الرئيسي، تقريبا كيلو بالظبط بتبقى عند القرية الرئيسية الأم اللي هي قرية الكفاح.
وده زي ما احنا شايفين الضراوية، وده البيت. طبعا انا بحاول اقرب بالكاميرا عشان بس الايه يبقى واضح الامور يعني. ده البيت، وده طبعا اللي احنا صورناه كلاته تمام. وده كده الحوش اللي جنبه على طول، وبعد كده البير. خليكم معانا طبعا، ان شاء الله معانا الاستاذ محمد هيقول لنا على كل التفاصيل وكل المعلومات ان شاء الله. لسه مستمرين معاكم، اتحركنا في مكان تاني زي ما انتم شايفين كده. دي كده الضراوية، وده المكان المحروض برضو بنوريلكم خامة الارض. ده كان مكانها ذرة تمام، لسه محروتة. وده طبعا المكان كله، وده البرسيم، وده البيت، وده الطريق. طبعا ده طريق ملاك للأرض، ده طريق للأرض بس زي ما احنا شايفين كده. ودي المروة طبعا، خليكم معانا. لسه مستمرين معاكم زي ما احنا شايفين كده، ربنا يبارك. ده المكان طبعا كله سايب اهوت. دي طبعا جاموس، عشان برضو الناس معظمها هنا بتربي بقر، لكن هنا طبعا صاحب المكان ده غاوي ومع عنده الجاموس اهو، بسم الله ما شاء الله، فربنا يبارك. وهنتحرك طبعا في مكان تاني ونصور لكم ان شاء الله. ما احنا شايفين كده، ده طبعا كشافات طاقة اهيت، ده كشاف. ده طبعا المكان هنا بالليل حاجة بسم الله ما شاء الله، زي ما احنا شايفين كده، ده كشاف وده كشاف تمام، ده كشاف. والكاميرات طبعا في كل مكان، كاميرا اهيت. وده المكان طبعا، والبركة وكل حاجة اللي صورناها. وده النور قايد اهوت، ده كده المكان اهو بسم الله ما شاء الله. دي الصالة اهي طبعا، وده الكيماوي بتاع الأرض، وده طبعا النور اهوت اللي دخل. طبعا مكان كامل اهوت، ده يعتبر كده برضو مخزن صغير كده تمام. وده الحمام، ودي أوضة اهيت للعامل أو لأصحاب البيت اللي بيبقوا موجودين هنا تمام. وده طبعا اهوت التكييف، كل حاجة بسم الله ما شاء الله. وزي ما احنا شايفين كده طبعا مش هيبان، لكن لو احنا ركزنا كده، دي الكاميرات شغالة يعني، الشاشة دي جايبة الكاميرات، وانت قاعد هنا بتبقى شايف المزرعة كلها بالزراعة، بالزريبة بتاعة المواشي، بالمعلف، بكل حاجة. حاجة بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للجميع. طبعا احنا صورنا كل حاجة، وطبعا الصوت ده طبعا الجهاز بتاع الطاقة. حاجة بسم الله ما شاء الله، كده الليل دخل اهوت، وده النور هو قايد في المكان كله زي ما احنا شايفين كده اهو تمام. ده المكان، ودي البراندة، الطاقة الشمسية اهيت، كاميرات اهيت، دي كاميرا، ودي لمبة اهيت عيدة، الكشاف قايد تمام، ودي كاميرا تانية. المكان كله هنا بسم الله ما شاء الله عليه. لسه مستمرين معاكم، وان شاء الله معانا الاستاذ محمد هيقول لنا كل البيانات وكل حاجه عن الارض ان شاء الله. الارض دي يا استاذ عماد 9 فدان، ارض جمعيه زراعيه تابعه لجمعيه ابو بكر الصديق التعاونيه الزراعيه، ارض تقنين قديم ما قبل 2000. زي ما حضرتك شايف كده، الارض دي مخدومه خدمه عاليه جدا، الارض فيها التربه سمراء بالظبط زي ارض وادي النيل والدلتا عندنا، وزي ارض وجه ابلي. الأرض دي زارعة بقى لها أكتر من 25 سنة، ممكن 30 سنة، وحتى أصحابها اللي موجودين فيها دلوقتي مهتمين بيها اهتمام عالي. يمكن حضرتك صورت وشفت الطاقة الشمسية والكهرباء والإضاءة اللي بالليل والكاميرات المراقبة الإضاءة واضحة يا أستاذ محمد، إحنا برضو مصورين الإضاءة اشتغلت، لأن الليل بدأ يدخل أيوه تمام،
ودي ارض يعني زي ما بيقولوا كده ان شاء الله اللي تبقى من نصيبه هيجيب عزاله ويجي يقعد على طول من اول يوم. ده طبعا غير حظيرة المواشي للبهايم وللأغنام وللطيور وحضرتك أكيد صورت الكلام ده كله. برضه في إضافة سريعة قبل المعلومات الأساسية في الأرض، شكل المكان والعمار اللي في المكان بيدل إن المكان كله خير. الأشجار والنخل والزراعات اللي موجودة بتقول إن المكان كله خير، حتى العمار والمناطق السكنية اللي قريبة اللي حضرتك صورتها برضه ما فيش على بعد كيلو كيلو ونص من المكان. طيب هنا برضو حضرتك صور كده يا استاذ عماد، ده هي بركه صغيره، مصرف عمومي، الارض بتبقى فيها ميه زياده غير ميه البير. وعلى فكره الميه دي هتبقى دليل اهم على كده ميزه. الرز اللي مزروع يا شيخ محمد، بالظبط، واهم ميزه في الارض دي الميه، وهنقول لحضراتكم دلوقتي حالا. وطبعا ديت على بير اعماق برضو، بير 800 متر، طاقه شمسيه 85 كيلو زي ما احنا شفنا طبعا وصورنا، وطبعا كل حاجة واضحة معانا. البير زي ما الأستاذ عماد بيقول كده، البير بير أعماق، عليه طاقة شمسية وديزل، موتور 75. الأرض على الوضع الحالي، ليها 9 ساعات مية، لكن صاحب الأرض بما إنه بيملك مساحة كبيرة على البير، ودي المفاجأة ودي الميزة بقى اللي موجودة في الأرض، سيبك بقى من المباني ومن الكهرباء ومن من الحظاير ومن الكلام ده كله. الميزة اللي موجودة في الأرض إن صاحب الأرض بيدي للي هيشتري الأرض عدد ساعات أكتر من أضعاف عدد الفدادين. يعني ممكن الأرض ليها 7 ساعات النهاردة، لو عايز لحد 14 ساعة مية للـ9 فدادين موجود، مفيش أي مشكلة. وطبعا ده هيتكتب مع العقد وهيتكتب بيه ورق والاشتراك في البير. لكن طبعا كل ما عدد الساعات بتاعة الاشتراكات على البير بتزيد طبعا بيبقى فيه اختلاف طبعا في أسعار الأرض. بالظبط، السعر بيزيد، طبعا واحنا اصلا مش هنقدر نقول لحضراتكم السعر في الفيديو ده، لان السعر كده هيبقى على تفاوض مع صاحب الارض، هيبقى الراي حسب اللي هيشتري. يعني ممكن حضرتك تيجي تقول لا ادوني 9 فدادين بالخدمه اللي فيهم، بالمباني اللي فيهم، بالاستراحه، بالكهرباء، بالحظاير، بالكلام ده كله، وبال7 ساعات ميه. وممكن حضرتك تيجي تقول ادوني الارض وعايز 14 ساعه ميه، فده هيبقى بسعر وده هيبقى بسعر. الارض جودتها عاليه، ما فيش فيها حاجة مملحة، ما فيش فيها حاجة وحشة، ما فيش فيها حاجة ضربة. آخر حاجة الأرض زي ما قلنا لحضراتكم تابعة لجمعية أبو بكر الصديق التعاونية الزراعية، ليها بطاقة أو اتنين، بطاقة ذكية اللي هي الجديدة. الأرض تقنين ما قبل 2000 اللي هو التقنين القديم، يعني الفدان احتمال يبقى عليه 17 ألف جنيه للدولة، وده طبعا على أقساط سنين طويلة، يعني مش ما حدش هيحس بيه. والسعر إن شاء الله هنقوله لحضراتكم، هنبلغه في التعليقات أو في الاتصالات إن شاء الله مع حضراتكم على تواصل بإذن الله. شكرا لك يا استاذ محمد، ويا رب تكونوا يعني الفيديو ده وضح لكم كل حاجه. وكان معكم عماد نبيل في قناه ابداها صح بالفرافر. المصرف ده اهو المروه واصله فيها اهي، بيروي في الغله في الشتاء مرتين بالراحه، لا مكنه ولا غيره. الزنات بتدور المكنه واقفه اهي بتدورها، يعني احنا دي معلومه زياده برضو معانا، اللي المصرف ده واقف فيه ميه اهوت، فلو انت برضو احتجت ميه بتقدر تشغل المكنه ديت من المصرف تسقي برضه. دي من المميزات. لكن دي طبعا احنا ما بنحتاجش هنا، لان صاحب الارض معاه ميه زياده. شكرا لكم، وكان معكم عماد نبيل في قناه ابداها صاحب الفرافر.